رحاب، اهلا وسهلا، مرحبا بك. شكرا لك، شكرا لك. رمضان مبارك سعيد علينا وعليك. نتمنى انه العشر الايام الاخيره تكون مزيانه ومريحه لنا كاملين كمغاربه ومريحه للانسانيه بشكل عام ان شاء الله. تم يعني انتخابك مؤخرا ضمن الولايه الثالثه في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، هل هو انتخاب ام تعيين ام اقتراح؟ هو اقتراح من الاخ الكاتب الاول ضمن لائحات تضم مجموعه من الاخوه والاخوات الذين هم وهن اليوم جزءا من فريق العمل السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه. القانون الاساسي للحزب يخول للاخ الكاتب الاول تقديم لائحه لاعضاء المكتب السياسي او لفريق عمله الذي يمكن ان يشتغل معه خلال المرحله القادمه. الامر يتعلق بفريق عمل مفروض انه يكون منسجم متناغم يشتغل على نفس التصور وعلى نفس الاهداف لسطرها القيادة، سطروها المناضلون والمناضلات من خلال نتائج المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب الذي أكد ثقته في الأخ دريس الشجر ككاتب أول للحزب. ربما يخرج من النقاش اللي كان بين أنه الولاية الثالثة للأخ الكاتب العام، الآن كان ولاية ثالثة أعضاء بعض الأعضاء ديال المكتب السياسي وأنت منهم، شنو ممكن تعطي حنان بعد هذه الولايتين داخل الولاية الثالثة؟ هو بالنسبة للإخ العضوية في المكتب السياسي ما كانش مطروحاش عدد الولايات فيها، ولكن بالنسبة للأخ الكاتب الأول حنا قلنا لأن الأخ الكاتب الأول هو يمتثل لإرادة المناضلين والمناضلات داخل الحزب اللي عبروا بشكل جماعي ولا بأغلبية مطلقة وكبيرة على أنه الأخ الكاتب الأول دريس الشجار عليه أن يستجيب لإرادتهم وأن أعيد ترشيح نفسه لقيادة الحزب. وأنتم تابعتم أشغال المؤتمر بشكل جيد وكان منقول على الهواء مباشرة، والناس تابعت التصويت وتابعت كل آليات وكل آليات ديال التصويت وديال إعلان ديال النتائج. بالنسبة لنا اليوم عندنا واحد الهم كبير وهدف كبير بغينا نحققه إن شاء الله، وأننا نكونوا في المرتبتين الأولى ولا الثانية في الانتخابات القادمة إن شاء الله ديال 2026، بمعنى على عاتقنا المزيد من التأطير ديال المجتمع، المزيد من التواجد الميداني، المزيد من العمل على صعيد المؤسسات المنتخبة سواء داخل مجلس النواب مجلس المستشارين أو بالجماعات الترابية، والمزيد من الاشتغال من داخل إطاراتنا المجتمعية التي تتواجد فيها كاتحاديات واتحاديين من أجل أن نبوئ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المرتبة التي استحقها في انتخابات ديال 2026. ما يمكن أن نعطيه داخل هذه التجربة هو ما يطلبه من المناضلين والمناضلات. إحنا جنود منضبطين ملتزمين مع إرادة المناضلين والمناضلات، هذه تربيتنا وهذه مبدأنا وهذا عملنا. اللي كل ما يمكن أن نقدمه لحزبنا، كل ما يمكن أن نقدمه لبلادنا غادي نقوم به وغادي نشتغلوا عليه، سواء داخل الحزب من الفرع اللي تنخدم فيه إلى ولا على المستوى الوطني أو لا داخل الإطارات الموازية التي أشتغل فيها كمناضلة أساسا. بالنسبة لطبعا الطموح أنه الحزب يتولى الرتبة الثانية أو الأولى، يعني الطموح مشروع، ولكن واقعيا شنو هي الآليات اللي ممكن أنها أولا ظل وضع حزبي ما كاين وضع حزبي متشردم؟ لا متشردم عندك أنت، ماشي عند الاتحادين والاتحاديات. تابعتوا بشكل جيد المؤتمر وشفتوا أنه كان التصويت بالاغلبيه المطلقه على الاخ الكاتب الاول ادريس الشجار وعلى مقررات المؤتمر، المقرر السياسي والمقرر التنظيمي، وتابعتم ايضا الاليه ديال انتخاب لجنه الاخلاقيه والتحكيم، رئيس المجلس الوطني، لجنه المراقبه الماليه والممتلكات، والمكتب السياسي للحزب اللي داز ايضا بكل هذه اللجان مرت باغلبيه مطلقه. عن اي تشردم تتحدث؟ حتى الكلمه ما بغاتش تستقم ليا بحكم انني ما قبلهاش العقل ديالي. هذا حزب منظم فيه نقاش، يكون فيه نقاش داخلي، دائما تيكون نقاش داخلي وخصو يكون نقاش داخلي مهم جدا. والناس الاتحادين والاتحادات معروفين بالنقاشات ديالهم، ولكن في نهايه الامر تيختاروا الاختيارات ديالهم، والاختيارات عبرت عليها الاغلبيه المطلقه داخل الحزب. حنا خدامين طبعا، غنخدموا على الواجهه المؤسساتيه فريقينا، حنا الحزب المعارضه الاول في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين، عندنا فريق محترم مجلس المستشارين، وعندنا فريق جيد جدا في المجلس النواب، وبفريقين بجوج تيشتغلوا تيقدروا مقترحات قوانين، اسئله كتابيه، تيشتغلوا على
مراقبه وتقييم السياسات العموميه، خدامين على المستوى ديال التشريع، بمعنى تنشتغلوا تنديروا مبادرات شرعيه وغير غير ذلك. على المستوى الجماعات اللي تنسيروا وحنا خدامين فيها، وعلى المستوى المعارضه داخل جماعات اخرى اللي تنخدموا فيها، خدامين تنقوموا بالعمل ديالنا. بالاضافه لهذا الشيء، الميزه ديال الاتحادين والاتحادات ما تيشتغلوش غير داخل المؤسسات المنتخبه، تنشتغلوا حتى في داخل المؤسسات المجتمعيه، في النقابات، في الجمعيات، في الاطارات المهنيه، كاينين متواجدين تنخدموا فيهم. ما يمكنش تلقى شي اطار مهني ما كاينش فيه الاتحاد الشرقي للقوى الشعبيه، وما كاين فيه وما كاينش فيه ولاد الحزب، ويمكن تلقى احزاب اخرى غير موجوده في هذيك الاطارات المهنيه، غير موجوده وما حضراش. بالنظر لهذه الوضعيه التنظيميه والحزبيه، شنو هي الوضعيه التنظيميه ديالتكم هذه اللي كتكلم عليها، اساس انكم مرتاحين فيها وانكم عاطين فيها اكثر المجتمع المدني؟ ولكن حنا تنديروا انتخابات بطريقه، حنا هذا الوضع هذا هو اللي كان قبل 2012. لا دائما شوف الاستاذ، ما يمكنش تفصل الامور على سياقتها المجتمعيه. راه في 2010 في 2011 من التجربه ديال 2011 2016 راه كانت عندنا امور جيو دوليه، كان جيو سياسيه ودوليه، كانت الربيع ما يسمى بالربيع العربي ولا الحراك العربي اللي بوأ لنا واحد التيار معين اللي هو الحكم اللي كان مساهم في التدبير ديال المغرب هذه 10 سنين. اليوم الاجواء تغيرت، اليوم تنشوفوا في اوروبا، فرنسا الحزب الاشتراكي الفرنسي شحال جاب في الانتخابات الاخيره ديال الرئاسيه، ما تأهلش حتى للدور الثاني، مرشحته جات من بين يعني اخر الاخر المرشحين اللي كانوا في الرئاسيات الفرنسيه، ولكن الاتحاد الشرقي للقوى الشعبيه ما زال صامد في ظل واحد، في ظل التمغربيت ديالو، في ظل التواجد المجتمعي ديالو، في ظل السياسه ديال اللي تنشتغلوا بها هي التحليل الملموس للواقع. ما تنديروش حنا سياسه هلاميه، تنخدموا بشكل واقعي. ورا كنا في العشرين سنين كنا مرتبة الخامسة، مرتبة السادسة، اليوم حنا في المرتبة الرابعة. راه الحزب الأولي كان في التجربتين السابقتين 2011 2021 راه كان الأول، رجع هو الثامن، بمعنى راه كاين تطور وكاين اشتغال، واللي ما تيشوفش هو اللي تيبان له بأن الاتحاد الشراكي راه ما كاينش وما خدامش. تطورنا حتى الآلية العمل ديالنا تطورات، خطابنا تطور، واقعي كيف ما كاين. رفع العدد ل 50 أو أكثر، وأيضا توسيع ديال أكثر 50 يعني واش داخل في هذا التطوير؟ لا، المجلس الوطني هو دائما المجلس الوطني كاينين فيه عندنا أعداد بمنتخبة، وعندنا الأعداد بالصفات، عدد بالصفة أكثر من 140 أخ وأخت هم بالصفات، فيهم كتاب الأقاليم، كتاب الجهات، كتابات الإقليمية، المكتب الوطني الشباب، المكتب الوطني للنساء، كتاب القطاعات العمالية، هذو كلهم والقطاعات المهنية كلهم أعضاء في أعضاء المكتب السياسي، كلهم أعضاء في المجلس الوطني بالصفة. وكاين المنتخبون، قاعدة المنتخبين عطاتنا، القاعدة اللي درنا في المنتخبين عطاتنا أكثر من 300 أكثر شي 350 واحد اللي منتخب من المؤتمر. الأمر عادي، حزب يتطور، الناس عندها طموحات، بغت تشتغل، بغت تساهم في القرار في حزبها. يعني شنو غيمنعنا انني نفتحوا القاعده ديال الاستشاره داخل الحزب؟ ياك الاستشاره والانصات 50 في المكتب السياسي، ولكن طريقه عمل جديده ماشي قديمه. علاش كاينه شي قاعده تتقول كان المكتب السياسي خصو يكون فيه 9 ولا يكون فيه 1 ولا يكون فيه كانت محركه المغرب؟ لا غير اسمح لي، هو في واحد الوقت راه كانوا 3 احزاب في المغرب، وكانت القطبيه على المستوى الدولي، وكانت الاختيارات واختيارات حزب ماشي هي ديال دابا، وما كانتش المنافسه. اليوم راه حنا عندنا 36، وكان الخوف من العمل السياسي، اليوم كاين اقبال على الممارسه السياسيه، وعندنا اجتهادات. حنا دائما تنديروا اجتهادات في الاساليب التنظيميه ديالنا. 50 عضو مكتب سياسي غادي تشتغل وفق فرق عمل منظمه بدي دوسي منظمين، ولا شتي التركيبه ديال المكتب السياسي هي فيها ثلاثه ديال لي غروب ولا المجموعات. كاينه المجموعه ديال الاستمراريه اللي كانت عندها تجربه في المرحله السابقه، وكاينه مجموعه جديده ديال الاطر اللي واكبت الحزب وخدمات مع الحزب، دارت البرنامج الانتخابي، دارت البرنامج دارت الوثيقه ديال النموذج التنموي، اشتغلت في اللجان ديال المجلس الوطني، قدمت دارت وثائق، قدمت دارت ندوات. وكاين المجموعه الثالثه فيها المنتخبون، ولا مزجنا هاد المجموعات بثلاثنا غادي تعطي فريق عمل مصاحب والحزب ومشتغل مع حزبه بما يمكن يبوي الحزب ديالنا المرتبه الثانيه ولا الاولى اللي بغيناها. كاين تجديد اكيد، اكثر كاين تجديد، اكثر من الثلث، اكثر من نصف تجديد الى اكثر، لان ما نقدرش ما عنديش الاحصائيات وغادي نخرجها من بعد. وكاين الاستمراريه، كاين الخط والاستمراريه كاينه. حنا شنو الشعار اللي رفعناه في المؤتمر؟ التزام، وفاء، انفتاح. كاين الوفاء
للخط ديال الحزب، كاين الالتزامات وكاين الانفتاح. علاش غادي نبقاو علاش نتوما عندكم التصور ديالكم لواحد الشكل معين، هكا خصو يكون المكتب السياسي وهكا خصو يكون الحزب. عندك طاقات والطاقه باغا تشتغل، واش غنبقى حاصرها في واحد غادي نبقى حاصرها في واحد البلاصه نقول انت بقاي هنايا؟ الناس خصها تشتغل. ونفرض ان المكتب السياسي اسمح لي انه يكون واحد نوع من العداله المجاليه ولا العداله، كاين عداله مجاليه كل جهات، لا كل جهات ممثله. شنو وقع عندكم في اكادير؟ لا ما وقع والو. عندك انت وقع عندك شي حاجه؟ عندك عليها شي حاجه؟ خبرني ما وقع حتى حاجه. كل الجهات ممثله في كل في المجلس الوطني، في المكتب السياسي، وكاينه مؤسسات اخرى ديال الحزب، وكاينه اجهزه اخرى ديال الحزب، واطارات الموازيه ديال الحزب غدير مؤتمراتها، وكل الجهات غادي تكون ممثله فيها. طبعا ما يمكن ما يكونش يعني الامور، ما يمكنش ترضي الجميع اكيد، ولكن اتحاديا منضبطين في اخوان ديالنا في جهه سوس، صوتوا على بالاغلبيه، صوتوا على اللائحه المقترحه ديال المكتب السياسي. اخوان ديالنا في مراكش بالاغلبيه المطلقه صوتوا على اللائحه، وصوتوا على رئاسه المجلس الوطني واللجنه الاخلاقيه وغير ذلك. زعما هذه منتهى الديمقراطيه اللي تطرح على الناس لائحه وتيصوتوا وتعبروا. حتى دابا على ما اتذكر في جهه سوس 24 كانوا مع، سعود متنعوا، يمكن شي حد كانوا ضد. عادي، هذه الديمقراطيه وخص الناس تعبر بهذه الطريقه. يمكن يعني ما تكونش انتظارات المناضلين بالشكل اللي خصها اللي بغاوها، ولكن اكيد على انهم اولاد الحزب وبنات الحزب كيصبروا مع الحزب ديالهم. اولاد الحزب وبنات الحزب، هذا هو الحزب ديال القوى الشعبيه. فين هو الحزب ديال القوى الشعبيه من هذه الزيادات ومن هذا؟ كيفاش فين هو الحزب ديال القوى الشعبيه؟ من خلال البيانات ديالو، من خلال الحضور. اول حاجه المكتب السياسي لاتحاد الشراكه القوات الشعبيه قبل درنا بلاغات في هذا الموضوع، درنا اقتراحات للحكومه في هذا الموضوع ديال نديروا قانون ماليه تعديلي. الامر الذي لم تستجب له حكومه عزيز اخنوش، ولم يستطع والى الان لم يبادر بالجلوس مع المعارضه او لا حتى الانصات لها ولا الاستماع لها. اليوم العلاقه مع الحكومه هي علاقه مبنيه فقط داخل قبه البرلمان وداخل البرلمان، بمعنى درنا بلاغ، درنا قلنا فيها الخمسه ديال لي ميزور اللي خصها دار، بينها قانون ماليه تعديلي، وراجعنا الجواب عن طريق جلسه المساءله الشهريه الاخيره ديال رئيس الحكومه اللي تيقول حنا لسنا في حاجه الى قانون ماليه تعديلي، علما ان رئيس الحكومه يعني بحال تناقض مع نفسه. جا في الاثنين اللي فات الارقام كلها اللي بنى عليها برنامجه الحكومي وبنى على مشروع قانون الماليه ديالو كلها تغيرت بفعل تسميتو انحصار التساقطات في المغرب، الحرب الروسيه الاوكرانيه، الجفاف، ارتفاع اسعار المحروقات، كل هذه الامور بدلات الارقام الاولى اللي كانت تتحدث على نسبه نمو 3.2 ولا 3، وهذا رجع اليوم تتحدث على نسبه نمو لا تتراء تتباء يعني ما بين 1.5 و 1.7، بمعنى الارقام ديالو كلها انهارت. حنا هادشي قلناه له قبل، ولكن الحكومه ما تتعاملش مع المعارضه على اساس شريك في المؤسسات، وما تتحترمش الدستور ديال المغرب اللي عطى المعارضه المكانه ديالها الدستوريه المميزه، ولحد الساعات يتعاملوا مع المعارضه للاسف لم نخرج من الطريقه اللي كانت تتعاملوا بها التجربه السابقه، كانت تتعامل بها حكومه العداله والتنميه مع المعارضه مستمره الى اليوم، ديال المنطق انا الاول، انا جبت كذا عدد ديال الاصوات 3 المليون ولا 2 المليون، انا عندي 112، هذا نفس اللغه، نفس المبررات، نفس اللغه، نفس الطريقه، نفس حتى في البرلمان. واش معقول على انني ندير مراقبه ديال السياسات العموميه ب 30 ثانيه في 30 ثانيه كنائب برلماني المغربي والمغربيه فاش يصوتوا على النائب البرلماني؟ تيبغيو يسمعوا صوته، تيبغيو يسمعوا همومهم ترجمها. ما كاينش هادشي. النظام الداخلي ديال مجلس النواب لا يمنح للمعارضه اي اليه ديال التعبير. ولكن راه صادقت لا، هذه في التجربه السابقه لا، كنا تندويو مع منطق اغلبي، مع واحد المنطق معين، ما تيامنش بالديمقراطيه، ما تيامنش بالمشاركه بتقاسم المؤسسات. اليوم قلنا بان المغاربه نفسهم قطعوا مع ذاك المنطق في التصويت عليهم، عاقبوا هذاك المنطق وجابوهم الثامنين. نتوسم على انه يتم تغيير هذا المنطق وفسح المجال للمعارضه انها تعبر على رصاتها، لان خصو يكون راي اخر في بلادنا، الراي الاخر سيكون مجتمعيا. هذا الراي ما كاينش الان مع هذا، لا ما كاينش مساحات ديال التعبير عليه. واش النائب برلماني غيطرح سؤال في دقيقه وغيعقب على وزير تيقول اي حاجه في دقيقه؟
ما يمكنش. وحنا المغاربه فاش قالوا لا لواحد المنطق في نهار 8 شطنبر في 21 قالوا، فاش قالوا لبن كيران واصحاب بن كيران قالوا نديروا القطيعه، لان داروا القطيعه ما داروش فقط العقاب، داروا القطيعه لانهم رجعوا بالمرتبه الثامنه وقلصوهم اربعه المقاعد فقط اللي جابوا في الدوائر المنتخبه، والبقيه جابوا عن طريق اللوائح الجهويه ديال النساء. بمعنى خشوا هذا المنطق في التعامل. الحكومه الحاليه وحكومه عزيز اخنوش خصها تلتقط الاشارات، الاحزاب المكونه الحكومه هذه خصها تلتقط الاشارات. المغاربه قالوا رايهم، خاصهم يسمعوا اصوات مختلفه، خاص يكون تقاسم العمل في داخل المؤسسات مهم جدا، وما تندويش على البرلمان، تندوي على البرلمان بغرفته. واتحدث ايضا على الجماعات الترابيه وعلى الجهات، لان نهار اللي تاسست المكاتب الجهات تاسست بالمنطق الاغلبي بالمنطق ديال التغول، حنا اللي كاينين وانتم سيروا للمعارضه، ما كاين مشكل حنا غادي نديروا المعارضه، ولكن قبلوا المعارضه ديالنا، نشتغلوا ندافعوا على بلادنا. ما يمكن تجربه بانت ان الناس فاشله. انا قلت بكل صراحه وانا اقولها بكل صراحه، المغاربه قطعوا داروا واحد القطيعه في نهار 8 شطنبر 21، كان خاص الاحزاب السياسيه اللي عندها الاغلبيه واللي كونات المجالس في الجامعه الترابيه التقطت الاشاره، وانا الاشاره التقطت الاشاره. انا اسمح لي غادي نقرن هذا الشيء بواحد الفضيحه اللي عرفتها وزاره الصحه، وانا تنحي وزير الصحه لانه مشى للقضاء في المساله ديال الصفقات ديال وزاره الصحه. هذيك مساله مهمه خصها الدار، وحتى البرلمان كان خصهم خصها الدار، كان خص يسال دير اسئله ودار اجتماع ديال اللجنه خاص بهذاك الملف، وخا الملف معروض عند القضاء ولكن خاص تنوير الراي العام، لان هذه مبادره جيده جدا ومهمه جدا. عموما واش الصوت الاخر في البلاد ما خصوش يتسمع؟ خصو يتسمع الصوت الاخر. ملي كيقولوا هذا الصوت الاخر خصو يتسمع، هما حنا المعارضه. ما اكيد المعارضه، واش هذه المعارضه اصيله؟ يعني اصيله هذه المعارضه. بعد كيتكلم على اساس انه في اول التعديل الحكومي ممكن انه التحشر كيلتحق. استاذ هذا تعرض عليكم. دابا شنو هي معارضه؟ دابا شنو هي هذه المعارضه اصيله ومعارضه غير اصيله؟ شنو هاد الشيء؟ هي موقف ولا غير مصلحه؟ لا هي موقف، ما كايناش المصلحه. الناس اللي عندهم مصلحه راه داروا المسانده النقديه. كنتوا يلا بغيت تشاركوا في الحكومه. حقنا حنا تنديروا انتخابات، تنكونوا في انتخابات باش نشاركوا في الحكومه. وفاش ما شاركناش في الحكومه، حنا اليوم ما شاركناش، ما رفضنا العرض ديال السيد رئيس الحكومه، ومشينا للمعارضه وتنديروا معارضه بضمير وبدماء ومن اجل البلاد، ماشي من اجل شي حد. وسمع الخير، سمع المناقشات ديال الفريق ديالنا في مجلس النواب ومجلس المستشارين، لا في مشروع قانون الماليه، لا في مناقشه شهريه لرئيس الحكومه، وكل شيء ما تنتفلاوش في هذا الشيء كامل. هذا دين علينا ورقبتنا عطاه لنا المغاربه. ونهار اللي غيكون شي تعديل حكومي، لان بزاف الناس يهضروا تعديل حكومي، حنا ما بغيناش كاع يكون هذا التعديل الحكومي، خلي الناس تخدم حسبوها على 5 سنين ولا 3 سنين ديال العمل ديالها. واخا حنا واخا هذا المجال ديال التعديل الحكومي راه مجال مرتبط بالمؤسسه الملكيه، ولكن الحكومه التي صنفت نفسها انها حكومه كفاءات، ما حكومه الكفاءات لا والو، باستثناء بعض الوزراء داخلها. شفنا الفضيحه ديال وزيره السياحه، وفضائحها تتخرج دابا كامله، كيفاش عطات الفلوس لما يسمى بالمؤثرين، وكيفاش دارت الحمله ديال برنامج فرصه، برنامج كله فيه جوج فرانك، نقصات من ديك جوج فرانك خمسه نسبه كبيره وعطاتها للاشهار والشركات وكذا. اصلا ديال وزاره السياحه ووزاره التشغيل؟ لا هو اختصاص ديال وزاره التشغيل، اختصاص ديال وزاره التشغيل. انا تاخذ وزاره السياحه، هذاك القطاع ديال السياحه غلط، القطاع ديال السياحه كان خصو يركز العمل ديالو على 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 على, على, على لا لا على على حمايه قطاع السياحه من الاندثار، وعلى الدفاع عن المقاولات السياحيه اللي تعرضت اللي كلها اليوم معرضه لسميتو للافلاس، وعلى التنميه السياحيه في بلادنا، وعلى تاهيل الانسان والانسانه المغربيه اللي تخدموا في هذا القطاع، لان عندنا بونتونسيال، عندنا تراث كبير، وعندنا يعني بوتونسيال كبير باش نخدموا باش اننا نكونوا في مصاف الدول الاولى على المستوى السياحي، تراث انساني، تراث تاريخي، عندنا طبيعه، كل شيء، مؤهلات طبيعيه، كل شيء عندنا، ولكن ما عندناش وزاره تتامن على ان قطاع السياحه هو قطاع سيادي تيدخل الفلوس لبلادنا، وخصنا نقادو، خصنا يكون تيترجم بصح نيت الاراده والاختيارات ديال اننا نجعلوا المغرب من القبلات الاولى للسياحه في بلادنا. ما يمكنش تجارب قحدانه صغيره تفقتنا
إذا كانت مآثر تاريخية موجودة، إذا كانت مؤهلات طبيعية موجودة، لكن كاين الخلل أخويا فعاف، كاين غياب الإرادة، غياب الإرادة، الناس ما تعرفاش شنو هما غياب الإرادة، تقزيم القطاعات، قطاع السياحة هو بحاله بحال قطاع الفلاحة، هذا تيدخل الفلوس وهذا تيدخل الفلوس، من القطاعات الإنتاجية المهمة، تقزيم القطاعات، غياب الإرادة، التعامل مع الامور بمنطق ديال الصفقات، بمنطق الحزبيه الضيقه، بمنطق عدم الانصات، عدم تشجيع حتى مغربيت، عدم الانصات الكفاءات المغربيه الحقيقيه، بمنطق بحال تندير مهرجان صغير وصافي ودايزه، ماشي مهرجان صغير قطاع السياحه. هو قطاع اقتصادي منتج مساهم في التنميه في بلادنا، خصو يعطي تعطى له قيمته وخصو يساهم في التنميه الحقيقيه في بلادنا. انت وانا تمشيو الغير غير فندق صغير في مراكش، ولا تمشيو في إمليل وتنشوفوا كيفاش المغاربه مجتهدين باش يديروا داك الرياضه ديالهم، باش يقادوا، باش يكون ضيف وكلشي. هادشي خصو يكون في المغرب كامل، خصو يكون في المغرب كامل، بمعنى انه الوزاره خصها تدعم الفنادق الكبرى والصغيره والرياضات، خصها دير لا سميتو دورات تكوينيه مستمره مجانا للعاملين والعاملات داخل هذا القطاع، حتى المدارس اللي كانت تكون لنا الاطر ديال السياحه، حتى المدارس تكون لنا الاطر ديال فندقه وسياحه سدوها، وجزء كبير منها الان تيفكروا انهم يفوتوا لشي قطاع وشركوا هذيك معاهد السياحه مع اللي عطاوها الوزاره ديال التربيه الوطنيه، واليوم المغاربه وليدات المغاربه فين تيقراوا الفندقه والاليات ديال تيقراوا، اما جزء منها تيقرا في التكوين المهني وجزء منها تيقرا في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ولكن لا هنا لا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ولا في التكوين المهني ما تأهلهمش مزيان على مستوى اللغات، على مستوى ادراك التفاهم ولا تقبل باقي الحضارات وغير ذلك. ما تنعتقدش انه الوزيره الحاليه ما عندهاش هذه الافكار، يمكن تكون عندها هذه الافكار ولكن ما كايناش اراده سياسيه. تنتعاملوا مع هذا القطاع، كاين مشكل، المغاربه تيجلسوا في قهوه كيف ما كانت، النظافه كيف ما كانت، السيرفيس كون كيف ما كان، هادشي ما كاينش، هادشي ما خصوش يكون. هذا قطاع مهم استراتيجي ومهم جدا، خصو يخدم وخصو تعطى له الاولويه الاقتصاديه اللي تيحتاجها. انا تنعتبر على ان الفرصه الحقيقيه اللي كانت خصها تخدم عليها هذه الوزاره هي تاهل وزارتها وتشتغل بشكل يومي مع الفاعلين والفاعلات في هذا القطاع. حنا الرحاب وانت عضو بالمكتب السياسي حزب الاتحاد الشرقي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. مرحبا. شكرا.